طيب دعني هنا أنتقل إلى بكين حيث السيد نادر رونغ. سيد نادر، إذن هو الأمر أشبه بالحرب الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين في هذا المجال أو في هذه الصناعة، كيف ترى تنافس الصين في هذا السباق تحديدا؟ أهلا ومرحبا بكم. أولا هناك يعني كما رأينا هناك أعمال من قبل الولايات المتحدة لاحتواء الصين في كل المجالات، طبعا في المجالات التكنولوجية العالية كذلك. فهناك سلسلة من العقوبات أو سلسلة من قائمة يعني التحكم في للتصدير من قبل الولايات المتحدة تجاه الصين في هذا المجال، ولذلك الصين اضطر إلى الاعتماد على نفسها لتحقيق على البحوث العلمية في هذا المجال، أيضا لتحقيق يعني نقول الخرقات لكسر يعني الهيمنة الأمريكية في هذا المجال. وثم هناك أيضا التأثير السلبي مؤقت للصين في هذا بسبب هذه الإجراءات، ولكن في النهاية أعتقد الصين ستتغلب على هذه العقوبات وكذلك يعني التنمية والاعتماد على نفسها لتحقيق التقدم في هذا المجال.